طبعا اجواء بنرجع في سيزون 10 اللي هو يعني سيزون اكس عامه. بصراحه انا بالنسبه لي ده سيزون يعني حلو قوي بصراحه. بصراحه عملوا فيه حاجات حلوه قوي، مع انهم شالوا يعني مثلا اسلحه وبولرز وكل حاجه وايرفنتس وسكاي بلاتفورمز، بس برضه حلو قوي. والسكينز تحفه كمان، في السكين اللي اسمه كاتلايست ادافتير 1 والتاني اسمه اكس لورد، طبعا ده حلو جدا. انا شايف ان ستيج 1 بتاع اكس لورد مش حلو قوي، ستيج 2 احسن وكاتلايست حلو بصراحه، ستيج 2 ستيج 1 كله. فبس فده رايي بصراحه. سيزون 10 حلو بصراحه، يعني اخيرا قصدي ديبو رجعت والميتر لسه موجود فوق، ممكن يعني ممكن تعمل لوت فيه، تعمل كامبينج فيه، ولو عايز تنزل منه ما تقلقش، يعني هو فعلا ما فيش جرافيتي بس ما تقلقش، فيه لو جرافيتي. طبعا بلعب ستيفن، ستيفن جاب لا 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 فطير في 16. انا بفطر وانا عشان يعني لسه بادئ اللعبه من امبارح بالليل خالص، عشان كان بس النت بتاعي خلصان فشحنته وبعدين لسه بادئ. ما تستغربوش ان انا في تير 1 وليفل 3، دي عاديه. فيلا بينا على فيديو النهارده. سيدي السنات وديك باتل باس سانجز اكيد كومبو، برضو دي كومبو اكس بي سانجز بتاعتها. لسه ما عملتش حاجه بس لسه هعملهم. دي السكين بتاعتي يا جماعه، بس دي هي دي. استنى جيم بقى وراكوا في حاجه زي. يلا بينا على اول جيم. ستيفن لا ايوه بتتكلم يا ابني. طبعا يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وكومنت وشير الفيديو، ايه الحاجات اللي عايزينها تتحسن او الحاجات اللي عايزينها اشيلها مثلا مضايقكم ولا حاجه، قولوا لي في الكومنت او على المسج على الانستجرام بتاعي، هسيب لكم الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن واول كومنت في الفيديو. ايه اللي عايز يبعت لي اي حاجه يبعت لي او يكتب لي في الكومنت وانا هقراها. انا زي توميتو تمبل كده بس من غير توميتو هنا او زودو. هي يا جماعه بص يا جماعه الماب الجديده المونستر طبعا جه عليه زي يعني شجر كده، هو ده الميتسر يا جماعه. بصوا دي القنابل دي اللي بيكون فيها المونستر. ستيفن تيجي ننزل على المونستر. ستيفن تعالى تعالى بسرعه، بس تعالى بسرعه. انا بصراحه يا جماعه ما كرهتش المونستر بصراحه، فعايزين نجربه انا وستيفن بس بسرعه عشان كل الناس نازله عليه. هذا نزل عليه ستيفن؟ لا مش نازل، نازلين عليه. تعالى ستيفن ده بلوك، تعالى ده بلوك بسرعه. بس خلاص جابوه خلاص، يعني اللي هو خلاص اللي هو مش هيسيبوه في حاله. لوت ليك فيها واحد بس مش هقدر اروح اجيبه خلاص. الله ده بدأوا اللاسع منه يا لهوي، بدأوا احنا لسه معندناش اسلحه اصلا. ماشي ابيكي. وانا يا جماعه هي دي ده بلوك جديده، كانت في الاول بروتيز بلوك، لا سموها ده بلوك معرفش ازاي ما يسموها كده، يعني مش هيسموها اللي عملها يعني، بس عادي يعني ميفرقش معانا. تعالى يا ستيفن عشان في لسع بيحصل. يلا بينا مجرب المونستر بعدين بقى. بصراحه انا برضو رايي في المونستر هو اوبي جدا جدا جدا، بس طبعا لو اتكسر هو اكيد بيتكسر، بس لو اتكسر طبعا بيعمل له دامج 100 وساعات اكتر يعني. انت ممكن يكون ميت لو هو بدا لو دخل المونستر او دخل اللي هو البتاع ده وانت دمرته ممكن يموت اصلا لو هو ما خدش شيلد يعني ساعتها. طبعا دي بلوك نص ملعب بون كده وكم كمبيوترز. وهنا تعالى يا ستيفن عاش الحمد لله. ستيفن جاب كيل يا جماعه الواد. بس تعالى يا ابني تعالى يا حبيبي تعالى يلا بينا يا جماعه. هو اصلا مات يعني ساعتها فكده. ايوه ايه ده؟ ايوه كده اظبطي. ايوه طيب انا شايف يا جماعه سنايبر كده اظن كان هنا، بس اظن اهو لسه زي ما هو. عايزين ناخده ده. استنى يا ستيفن بس ما تروحش لوحدك.
عندي هدية لي. What is it? I found the book. اوبا السلام عليك يا ستيفن كده لما تلسع. بس يا جماعة ستيفن اداني الهدية بتاعتي، هو ده السلاح بتاعي يا جماعة. لا ده يعني قتلوه وسابوه، ايه الحلاوة دي؟ اوب 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ هو اللي قتل تاني ده سابه هنا يعني ولا ايه؟ ايه الأسلحة دي؟ انا محتاج تشيل كوش. اهو دي بقى ناخد البندج بقى. ستيفن لو معاك من الش انا همسك من الجنب. انا معايا 5 مليون بجد. اللي ساب اللوت ده يبقى عيل يعني يدخل. لا انا هو قتله بعد كده انا رحت ضربته ضربتين اثنين. اصل انا قلت برضه مين اللي هيسيب اللوت التحفه ده يعني، هو ده مستحيل اصلا. انا اصلا كنت اصلا بضرب على اللي هو اللي مات ده كده. ده بلوك خلصت صح؟ الله عاش. انا عايز 0 كيلز وستيفن معاه 1 كيل. معاك 1 كيل صح؟ لا مش باين هنا. يا لهوي يا كابتن الحق يا ستيفن في واحد. بص هو يعني انت هتجيبه، والله انت هتجيبه والله. بس خلصت انا يعني بالسكار. بص لو حفلت عليه ستيفن. طب سيبني بس امو ال ايه ار والنبي. ماشي اديني بس امو ار والنبي شويه. بسرعه عشان هنتلسع دلوقتي. هنتلسع. شايفهم كابتن. بص يا كابتن فكك يا كابتن من البلاصه اللي بيحصل. انت اصلا مالكش فيها. طيب اول واحد نوك صاحبه فين؟ فين؟ طيب خلصنا على صاحبه، خلصنا على اول واحد. ايه ده ستيفن انت هتجيب يا ستيفن؟ اهدى ركز يعني وانت بتلعب. بتوقف صح؟ ايوه ما برضو عندي كده. او بتوقف ساعتها كده. ما هو ده النت عندي ده ولا ايه؟ ولا الواد ده هحاول اجيبه سنايب. ها هحاول اكسره. عاش قوي علينا والله، احنا لعيبه. سيب لي امو الاي ار بتاعه بس. بص انا هاخد اللوت اللي انا اكلته وانت خد اللوت اللي اوكي. انا نسيت ان انا قتلت واحد اصلا. عاش يا كابتن لوتك يعني. ايه ده؟ اوكي انا عايز اخد بريك. طيب هو في ايه بريك؟ بيقول لي انا كده شايف سلسل. لا خد تعالى يا ابني. تعالى بس ساكت. ايه ده؟ هو الماتيريالز بقت بتبان فوق. ستيفن وانت عندك كده الماتيريالز والترابس وكل حاجه باينه فوق كده جنب الماب. نجلتش. هو في ايه النهارده سين تنمر؟ يلا برضه فينا بريكس. ها في جليتش كتير قوي. انا وانا بتحرك تقف فجاه كده. تخيل انت بيلت فايت بقى وفاضل اخر واحد. لو بجد لو ادهني ما تخلص. ها خلص البند دي تديني. لو معاك شيلد او اي حاجه اديني. هات هاتي مني بس. ما شاء الله انا ايه. بص السكور بتاعي عمال يلسع. بس انا امي جامد. انا هعمل بس ون باي. تعالى بس تعالى. هتعمل ايه؟ استنى. طيب المقصود بقى 500 ولا حاجه؟ انا بقى معلق ده اللي فوق ده. ايه ده؟ حاجه غلط يا جماعه. زي ما انتم شايفين طبعا فورتنايت بقت فيها جليتشز كتيره جدا. ربنا يستر بقى يا جماعه. احميك ايه؟ حاضر احميك. متقلقش الا ساعتي بواحد 110. انسى يعني. خليك ارجع ورا ما تجيش ثاني يا كابتن. رجع وبنى عمل هيلينج. ام ستيفن جاب. انا عامل دامج. ستيفن يجيب على طول. قلت لك ما راح اعمل حاجه. اكلمكم بقى شويه. بقالي كتير ما عملتش فيديوهات طبعا. سين تلمس تحفه بصراحه. بص الماب الجديده بصراحه من سوني سيبس مش باين الحاجات دي عشان ما اعرفش جليتش ده. ما اعرفش في جليتش. بنكي 600. لا اظبطه. لا اظبطه النت. ايه ده متعلق فجاه كده؟ حد يا جماعه برضه يقول لي حد بيحصل له برضه جليتش دي ولا لا؟ عشان قول لي قول لي في الكومنتات او على المسج عشان في حاجه غلط. او سيبني عندي وعنده. قولوا لي برضو لو بتحصل عندكم ولا لا عشان دي حاجه غلط بقى. السلاح بيجي بعد ما بمسكه. الو الله يا سيدي بسرعه. ده انت واحد جابك سنايب كده جميل وانت قاعد. ازاي بهزر يلا تعالى. صدقت تعالى. اظن يا جماعه
اعتقد الميت سيت ده يعني ما اظنش هيفضل طول الوقت كده هنا في ال في يعني في المكان ده، اظن هيتحرك زي كيوب كده، مش عارف بصراحة، او اظن هيفضل مكانه. ربي بس ما يعني ما يشيلوش ده قصدي ديبو تاني، هيشيلوها. هيشيل، انا عارف ان هم هيشيلوها فعلا. بس يا ابني هو اصلا يعني الحكاية اصلا ايه؟ مش اه برضه طبعا في يا زي جماعة، هنا كده لو انت انتوا دخلتوا عند الصغيرة المكان الاورب كده هتلاقوا ان في لو جرافيتي، يعني ان انتوا بتاعت اتحركوا فيها هتلاقوا نفسكم بتنطوا. اشتغل ايه ده؟ بتقول ايه يا ستيفن؟ عارف ال مش في زي اسمها مش في زي كده ريفت صغيرة كده عند داستي داكو وال ده في البتاع فوق مونستر ده بيتحرك جنبنا، في مونستر بيتحرك جنبنا قوي كمان، جنبنا جدا. فين؟ على ايه اهو عم ماب اهو، احنا ممكن نروح يا نجيبه. نهار اسود ايه ده، هو ده ثابت؟ طب قشطة قشطة، بسرعة بسرعة تعالى طالما كده. بس هيعملنا دامج انا كده ممكن ابقى خدت بسرعة. يلا والله انا بحسبه ما تعملش اصلا سيلف ديستراكت، ايه سيلف الاستراك دي، سيلف اصل عمري ما ديستراكت سيلف ديستراكت اللي هو ده اللي بيحمينا، بيخليك يعني اللي بيحمينا ده. انت اللي انا اللي اسوق ولا انت اللي اسوق انا ومين اللي مجربتش يضرب؟ حاجه، بص قول لي ما اعرفش انت عايز ايه. انت سوق، انت سوق، انا سوق، دوس سكوير، انا دوس هضرب سكوير. انا هضرب انا هضرب يلا لا كده انا اللي انا اسوق. هضرب. ها يعني ايه بس سيلف ديستراكت عشان ما عملتش حاجه غلط؟ انا اللي هعمل سيلف ديستراكت. اللي هي دي ايه هي ايه هي يعني هيقتل نفسه. اه يعني دوس اند وانا مش عارف دوس ال1. طب ايه شيلد اوفر تشارج دي؟ يعني تقريبا تاخد شيلد. طب اجرب ادوسها، وانا خايف ادوسها يحصل حاجه. ادوس اجرب، بص هجرب ماشي. اه ده تقريبا بيعمل دي تاخد شيلد للكار اللي هو اللي اه كده. يا ستيفن امشي يا ستيفن، بمشي كده بجد. ايه ده في ايه؟ بقى وانا عملت اوفر تشارج. اه بس كده خليك كده، خلوص انا شيل اوفر تشارج تاني. انا هو انا شوت جن اضربه ازاي؟ استنى هجرب. ها كده ومس اللونسر. دوس ورا بعض عشان تشوت ده. اه اوكي انا عمري ما جربت. ماشي يلا المرة الجاية بقى. لا لا ابعد عن الناس عشان احنا ممكن نروح في داهية. انت اخوك هتطلع بره الزون. ها استنى اضرب عليه، اضرب كاسه طلقه. هيموتوا لا ماتوا. لا لا مش هيموتوا. لا اضرب اللي قدامنا، اضربه اهو. اضرب اللي انا ضربته. ايه ماتوا كده خلاص؟ ماتوا؟ ايوه تعالى انا عمال ابني. ما عم سالفه تستراكت عشان كده موت. تعالى يا ابني يا عم ولا خلاص معايا تعالى. كام فاير اصلا؟ تعالى بص انا هاخد شغلك عشان انا لوها، انا لو اكتر من بس هبقى له اكتر منك. بص مش هاخد انا اللوت انا اللي هاخد قتلته اصلا وانت خد معايا اللوت اللي انت مين؟ قتلته. استنى عشان اللوت اللي قتلته الجيم بقى يبقى احلو بصراحة. بص ان انا انا قتلت مين؟ انا عارف انا هاخد ده. استنى بقى اخد اللوت اللي انا قتلته اهو معايا هنا اهو. جولد سكار وجولد كومبات سوجر يا ستيفن، اسلحتك يعني اللي بص وتوجدك كمان. احنا هنقلس على الجيم ده ان شاء الله يعني. بص انا مع يعني انا يعتبر معايا ماكس كل حاجه. اوبا ده نلعب دي، لا خلينا البومب بتاعنا. طب انا هاخد بقى التوك معاك توك ماتش؟ دلوقتي، انا عايز اخد في ماتس هنا اهو كتير. طب تعالى تعالى. في هنا 143 وفي هنا ايوه انا معايا لاني نادي 309. كومبات. طب قشطة، ما هو انا لا اساس اخد بس ده على الروقان كده. هنكسب هنكسب نعم ان شاء الله. بصراحة جيم ماشي حلو، احنا حظنا حلو الحمد لله النهارده يعني. سجلت الماب ده لازم يمشي اللي هو برنامج اي تي 9 ده، من يقعد لحد الجيم بقى ما يخلص. الحمد لله معايا الحمد لله اللوت حلو. انا معايا سبيس فاضي فممكن اخد اي حاجه. اخد ايه؟ انا معايا ماركت تو مش لازم. تو اسمه ايه؟ انا هشتري شيل بوشن دي. ايه ده ايه ده اللوت اللي هناك ده جه منين ده؟ ايه اللوت ده؟ في ايه يا جماعه؟ ده في لوت هناك اصلا مش دريان.
على ستيفن فين؟ منك ايه؟ لا ايه ده، 3 وود ايه ده يا جدعان؟ خلاص انا كده. ازاي انت اخدت حبة والباقي هو ده؟ هو فينك في شيل بوشن؟ مش عارف. بص انا شايل شيل بوشن ماشي، انا معايا ماكس وود، انا معايا ماشي شايل ماتيريالز. يا ماسكت لهوي و تو و تو باند تو قصدي مينز ماشي. كويس. ايه واصلا حاجه كمان، هو اصلا هيعمل سيلف ديستراكت يعني لو لو انا دوست L1 لف انا هموت نفسي. لا البتاع هيبوظ، فلما بيبوظ بيضرب 100 عشان كده انت عملت كده. طب يتكسر، وحتى ايوه لو الهيلث بتاعه كله خلي فلس بالك، عشان خلي بالك في روبوت هناك ثابت اظن مكانه، وتيجي ناخد الروبوت ولا ما ناخدوش؟ ولا بلاش يبقى بلاش، كده. خلينا كده يعني، خلينا نحارب على اللعب كمان يعني. كام امو شفرة؟ 184. 30 حبة، معايا 11. لا بجد معايا 11 بره السلاح. لا خد انت حبة. خلاص ما انا معايا 105، معايا 105، 105 اكيد يعني مش هضيعهم كلهم يعني، مستحيل بقى عشان فاضل 9 في الجيم ضدنا يعني، ايوه لكن 11 بينا. هو ايه النظام بقى كده؟ الناس فين؟ ستيفن احنا لازم يعني ايه، خلي بالك بقى من نفسك كده عشان الناس دلوقتي هتلاقيهم. المونستر ده حد خده اظن؟ حد خده، عشان دلوقتي عشان لما حد بياخده ما بيبانش على الماب. ربنا يستر بقى. هو ليه في سبلاي دروب بره احنا لو الزون؟ قابلنا مونستر انا ماشي شايف المونستر، انا شايف المونستر هو هناك كده. ايه ده ما خدوا الريفت سكر؟ ايه ده ما عرفت كنت شالت. يبقى خدوا الريفت فين؟ ايوه ما خدوا الريفت منين؟ ايه ده القرب اللي في النص بيعمل زي ريفت. يعني انا رحت لا عند القرب باخد ريفت؟ يا نهار اسود، احنا عندنا السبلاي دروب ايه ده بجد؟ بس يلا كده نمشي الناس هتلمونا. لا يلا نمشي بالظبط. بسرعة، يلا نمشي، مش عايز اموت انا. الجيم ده انا عايز اكسبه، انا الجيم حلو بصراحة. او فين السبلاي دروب دي؟ طب انا ممكن انا اصلحتي حلوة اصلا، مش عايز السبلاي دروب انا، بس الاس ام جي هو اللي كومن لحد دلوقتي بس. ايش يعني ممكن ما انا كل استخدموش؟ حاجة عندي انا كويس، اصلا اللي هلعب بيه اللي يعتبر انت يعني حاسسها ان هو كويس. انا اللي يعتبر هلعب لا دمجت بيه كله اصلا هو السكار، بعدين بامب بقى تبدأ بيه شوية. انا معايا يعني دوك تعالى شوية. هنا تعالى هنا لو معاك تكسر. في ناس هناك اهم، فين؟ ما تضربش ما تضربش. شوف بس السنايبر كده بس ما تضربش عليهم. معاهم سكار. ايوه الواد ثابت مكانه، اضربه. خليك هنا خليك هنا. لا 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 طب بص لو حد ثابت تعالى في مكانه اضربه. هو ثابت في مكانه، ما يلا يا عم اضربه، شكله عنده لاج ده ولا ايه؟ لا بلاش اضربه، بص لما يثبت خالص اضربه. اهدى اهدى اهدى، هما هيجيبونا. جايين لنا، هما شافونا شافونا. طب ماشي يا عم، خليك ورايا بس. لا ما تضربش، خليك ورايا، انا هشوف بس السنايبر لو انا ما حد سابت بضربش، معاه. انا بعمل ايه عليهم؟ على فكره بشوف هم نوبس جدا كده ليه؟ هم نوبس في كده ليه؟ حد هنا استخبى وبعديها بس بينا. ما تظهرش، في حد هنا شفت واثنين. تعال تعال هنا، تعال هنا يا تاني ستيف، تعال هنا يا ستيف، احنا في لو مكان كده يعني أربعة فاضل دو كمان، أو يعني اتنين. خلص عليه خلص عليه. المفروض ان هو لو دلوقتي بس صاحبه بيصحي، صاحبه بيصحي. تعالى بوش يا بوش بوش، اظن هو صاحبه لوحده يعني اكيد هي مشان بس اظن صاحبه عندي يا مين؟ جدعان. على فكره بيصحي صاحبه متأكد. ايه ده عاش؟ لا نفل. اوه ايه اللي معاه ده؟ يلا خد انا معايا لك حلو. انا لقيت شخص ضربته، فين معوش فين؟ شيل معوش شيل. يلا بينا بوش مكان اللي انا نحمه. عملتها ده. معاك الميت زباد؟ ايه ده؟ هو فين؟ هو فين؟ كلته يا عم. بص اصلا اللوت اللي كان نوب؟ معاه عامل ازاي اصلا يا عم؟ على فكره والله العظيم عيال نوبز. هما بس اشتروا باتل باس كده وخلاص. تعالى يا ستيفن بس، تعالى 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 بس ناخد دورين اشرب كده. الشيل بوشن على الكام هيلث دول ولا لا؟ ما اظنش صح، مش لازم يعني. خد اللونس باد دي اشربها ولا ايه؟ معرفش. احنا هنا انا معاك، انت معاك لونش باد؟
انت اللي معاك لونس باد. انا معايا 3 لونس باد ومعايا كوزي. اقول لك يلا نحط لونس باد، تعال 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 اهو يلا. بص هناخدها ونبعد عن الناس شويه عشان الزون مش عندنا. نستنى شويه نستنى شويه. خد الاثنين اخر اثنين يلا استلم بقى والنبي. بص ايدك يا رب يكون روبز. بس انا كنت شايف اخر اثنين كانوا مستخبين في حته موت اكشن ايبك. يلا بس ركز. ايوه هنا. ايوه 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 شايف هم هتلاقيهم لك هيروحوا. احنا بس اما الزون تكون جنبنا هنروح. يا رب يا رب نكسب الجيم. لا طب يلا 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 عشان اصلا شايف كده احنا اصلا لازقين في الزون. ايه ده؟ اوعى اوعى كنت انط. ايه هما بمونستر. اوعى هم اللي هم دول اظن هم دول. لا ما هو لو مونستر لا ما انسى. لو مونستر انسى فعلا. لا ابعد ابعد تعالى هنا. روح فين؟ تعالى هنا. اصل في بيلدينجز كتيره جدا هم تلاقيهم مستخبيين ورا حاجه. اهو اهو ضد بعض ضد بعض ولا ايه؟ ضد بعض ولا مع بعض؟ لا ضد بعض. ايه مع بعض مع بعض. واحد له واحد له واحد له واحد له وانا برضو وانا برضو. هم انا هنكسب الجيم ان شاء الله. بس انا عم بوش انا. يا راجل يا ستيفن تعالى انا بقى انا عامل بوش عليهم. عملوا حطوا بتاع ده. انا كانوا مكرم بيسووا شيل دلوقتي. عايز عايز صاحبه صاحبه. ضربته 52. خلاص خلاص هنكسب هنكسب. فين بقى؟ اهو هنا اهو. ايوه بابا العب يا برنس. هوبا ايوه اديله 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 اديله. هوبا هوبا هوبا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا سلام على جلاوي. جيم ده جامد على الشعاف. عايز استلم معاك كام كيل؟ 5. ما هو انا برضه معايا 5 10 كيلز. عاش. لا حقيقي الجيم تحفه. سلام على سلام على سلام. عاش يا جماعه. بس يا جدعان عليك فيديو النهارده. طبعا الفيديو كان جامد بصراحه، فيه اكشن كتير جدا، يعتبر احسن فيديو حطيته على اليوتيوب بصراحه. فيديو لا جامد، فيه لسع بصراحه جامد جدا. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير للفيديو، وتبعتوا لي مسجز بقى وكومنت لو عايزين الفيديو يبقى جميل جدا، عشان خلاص قربنا ندخل على 100. والسلام عليكم.